السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاين. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على قصه كامله للمدرب السابق من البدايه حتى النهايه. صحيح بالتالي كاع اخويا، ما تجي تقول لي داروا له ضغوطات، ما تجي تحصلني فيه بالشيخ، ما تجي على بالك الناس على بالك كيقلعوا هما، قلعوا مؤامر. شو قلعوا مؤامر؟ قلعوا الفار، قلعوا بالشيخ، من بعد الاعلام، من بعد حافظ الراجل، من بعد راو، من بعد فلان، من بعد فلان، من بعد فلان، راحوا الميكروات، راحوا منا، راحوا من، راحوا من، ايه بزاف كل يعني الكلام تاعكم كان تعيس، تعبرون عن التعاسه تاعكم هذه هي. وين انتهت مسيرة المدرب على رأس العارضة الفنية المنتخب الوطني، وهذا بعد ما تم ترسيم قرار بناء على البيان الذي أصدره الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والذي أكد يعني وصف مسار الخوض في العرس القاري بالكوتيفوار المخزي، ولم يلقى لتطلعات الشعب الجزائري خاصة في ظل ظروف وإمكانيات مسخرة للمنتخب الوطني، وهذا ما يعكس آليا عدم اقتناع الفاف بالفشل الذي مني به هذا المدرب بعد عجزه في تجاوز عقبة الدور الأول من الكان أمام موريتانيا. نقول لكم صحة طولكم، صحة رمضانكم، ما تنساوش أعطونا جيم كومنتير وبارتاجونا لفيديو تاعنا، وربي يحفظكم ويحفظنا. بينما أصبح رسميا هذا المدرب في حكم الماضي بالنسبة للمنتخب الوطني، وهذا بعد حوالي 5 سنوات ونصف من توليه زمام العارضة الفنية لمحاربي الصحراء، عرف فيها أجواء من التألق والتفوق، مثلما عرف أيضا نكسات ومهازل في منافسات كروية كبيرة، بدليل الخروج من الأدوار الأولى في دورتين متتاليتين في الكان، ناهيك عن نكسة المباراة الفاصلة للمونديال في الوقت الذي يحتفظ التاريخ بتتويج قاري، والذي ناله نسخة مصر الصائفة 2019 بعد مسار مميز مكنه من التغلب على أبرز المنتخبات الإفريقية، ناهيك عن سلسلة النتائج الإيجابية المتتالية والتي وصلت ل 35 مباراة يعني ديكتاتورية من دون تعثر، وكذلك إنهاء العام الماضي بدون تعثر وغيرها من المحطات التي أقبلتها تعثرات ومهازل مؤثرة في محيط والمناسبات الكروية الهامة والحاسمة. هذه خلينا لازم نقول لكم كما قال الهيشر شوية يتنفسون سعداء، لكن ضروري نحضر الحقيقة من منتخب منهار إلى بطل يتحدى الكبار ان شاء الله بربي. هذه هي ان شاء الله بربي. يعني موقع بوركينا فاسو اختبار الذي كشف تراجع وصارت الامور المنتخب الوطني بشكل جيد سنوات 2018-2019، ثم والتي عرفت تتويج قاريا تاريخيا في ملعب في ملاعب مصريه، ليعرف العام 2020 اضطرابات بسبب وباء كورونا، اضطرابات اثر بشكل مباشر على الكره يعني العالميه على حد سواء، قبل أن يعود إلى مواجهة مجددا في عام 2021 بخوض مباريات كبيرة وهامة سواء ودية أو رسمية، إلى أن خريف ذات عام واجه المنتخب الوطني اختبارين هامين أمام منتخب بوركينا فاسو، وذلك لحساب تصفيات مونديال 2022 أول انتهى بالتعادل في المغرب، حينما ضيع رفقاء محرز فرصة الفوز للتحكم في المجموعة، مثلما تجنبوا الخسارة في لقاء كان مفتوح على كل احتمالات، وآخر ضد نفس المنتخب انتهى بالتعادل في ملعب تشاكير لحساب الجولة اختتام التصفيات المؤهلة للمونديال، وذلك قبل مرور إلى الدور الفاصل، حيث كشف اختباران مذكوران عن تراجع واضح لأداء المنتخب الوطني، ما تطلب حينها إيجاد حلول مناسبة قبل فوات الأوان لكن بدون جدوى. سلسلة النتائج الإيجابية الوهمية والذي حذرنا منها كثيرا، وكشفت يعني كشفت المدرب في كان 2022، ومن الجوانب التي لم تخدم العناصر الوطنية هو عزم المدرب على نغمة سلسلة النتائج الإيجابية التي وصل مجموعها ل 35 مباراة،
يعني مدخلين ذلك سيراليو ماتش نيتا سيراليو مدخلينها الناس مدخلينها دون هزيمه سواء في الوديات او الرسميات، وهو الامر الذي كان بمثابه مخدر للمدرب ولاعبيه والهيسر، واستغلوه يعني العصابه كره القدم استغلاتها. يعني هذه باش يكون على بالكم بها، ولاعبي محل دون الوقوف على النقائص الحقيقية للمنتخب الوطني في ظل المنطقة تحقيق إنجاز وهمي حال دون النظر بواقعية إلى نقاط القوة والضعف المنتخب الوطني ليواصل الأمر على هذا الحال إلى غاية مهزلة كان 2022 بالكاميرون التي شكلت صدمة حقيقية لدى الجماهير الجزائرية بشكل عام، حيث وبعد تعادل في اللقاء الأول أمام سيراليون مني رفقاء مبولحي بهزيمة مدوية أمام غينيا الاستوائية، تلتها خسارة أخرى أمام الفيلة كوت ديفوار، ما عجل بخروج من الدور الأول رغم أن محاربي الصحراء تنقلوا يعني بنية الدفاع عن اللقب الذي أحرزوه في ملاعب المصرية. نكست ماس دو باراج المونديال كشفت عاجز يعني هذا المدرب في مواعيد حاسمة، وفي الوقت الذي استهلت الجماهير الجزائرية مطلع عام 2022 على واقع مهزلة الكان بالكاميرون، أثر خروج يعني مخيب من الدور الأول بعد أداء باهت لا يشرف صاحب اللقب السابق 2019، فقد جاءت الصدمة أخرى بعد أقل من شهرين بعد نكسة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر، رغم أن هذا المدرب وضع هذا التحدي نصب أعينه حتى يكون حاضر في العرس العالمي، إلا أن الميدان كشف بأن مثل هذه المواعيد التي تلعب على جزيئات صغيرة تتطلب كثير من الحنكة والتركيز، حيث رغم عودة رفقاء سليماني بفوز على واقع هدف لصفر من الكاميرون لحساب اللقاء الذهاب، إلا أن الصدمة كانت كبيرة في ملعب تشاكير الشهيد مصطفى تشاكير لحساب المباراة العودة التي عرفت أخطاء فنية فادحة في اختيار لاعبين والخطة المعتمدة، ناهيك عن تلقي هدف مبكر أخلط حسابات، إضافة إلى عدم التسيير الجيد في اللحظات الأخيرة من المباراة، ما جعل هدف يعني التعادل الذي سجلته عناصر الوطنية يقبل بهدف قاتل من أسود الغير المروضة في آخر لحظات وقت بدل الضائع، فضاع الحلم تواجد في قطر مثلما تأكد مجددا عجز هذا المدرب في التفاوض مع مواعيد حساسة. هذه حقيقة صاحبي، هذه حقيقة لازم تقبلوها. عودة إلى سلسلة النتائج إيجابية، وكان يعني وكان 2024 مهازل بمهازل جديدة، يعني التصفيات خاضها بنجاح وحسم التأهل قبل الأوان ولم يضيع فيها سوى نقطتين وسط هجوم قوي ودفاع صامد، ناهيك عن إنهاء العام 2023 بدون هزيمة، لكن مثل هذه الإنجازات التي كثيرا ما يتباهى بها البعض سرعان ما أخلطها العرس القاري بالكوت ديفوار مطلع هذا العام إثر خروج مجددا من الدور الأول في ثاني دورة قارية على التوالي بعد اكتفاء بتعادلين أمام أنغولا بوركينا فاسو ثم الخسارة المدوية أمام موريتانيا، حدث كل ذلك رغم العناصر البارزة. تولي مهازل والتصريحات النارية جعلته يخسر منطق الميدان وثقة المسيرين، ويذهب البعض المتتبعين إلى يعني تأكيد بأن هذا المدرب لم يحسن توظيف الكثير من العوامل التي كانت في صالحه، وفي مقدمتها ذلك الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها وسط الجماهير الجزائرية، وكذلك الثقة المسيرين خاصة بعد التتويج باللقب. هذه دخلنا في حيط حقيقة، ونعيك يعني وين استعراضية وين سألنا التصريحات والعنطارية والتصريحات الاستعراضية والنارية في ندوات صحفية، ناهيك عن تصريحاته النارية التي أزعجت عدد أطراف فعالة موازية مع فشله متتالي فوق الميدان، عجلت بخروجه من باب الضيق، خاصة أن الفشل في الدور الأول في ثاني دورة قارية على التوالي جعلت الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقرر إيجاد مخرج يفضي بفسخ هذا المدرب بعقده، بحث عن مدرب جديد يتولي زمام
العارضة الفنية وكملوا معاه. هذه هي حقيقة كاع، حقيقة كاع هذو، هذه هي كان والو. أيا ولي بغا يغني معاه يغني معاه، تعال عليكم بالتالي كاع. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم. صعيتكم.